يلا بوليو بوليو ماي لايك. Definition and pathology. Viral infection of anterior hair cells. احنا فين دلوقتي؟ احنا في anterior hair cells. اربع امراض anterior hair cells. اول مرض فيهم اسمه poliomyelitis. عبارة عن ايه؟ viral infection في الانتيريور هورن سيل. clinical manifestations of poliomyelitis. واحد general criteria of lower motor neuron lesion. عيان البوليومايلايتس عنده paralysis. هذا الparalysis يتميز بانه partial انه complete وإبسيلاترال وميوتومال وات ذا ليفل اوف ذا ليجن. ليس لكونه بوليومايلايتس ولكن لكونه لور موتور نيورون ليجن. عيان البوليومايلايتس عنده هايبرفليكسيا. ليس لكونه بوليومايلايتس ولكن لكونه لور موتور نيورون ليجن. عيان البوليومايلايتس عنده هايبوتونيا. هايبوتونيا. ليس لكونه بوليومايلايتس ولكن لكونه لور موتور نيورون ليجن. عشان كده بيلبسون في رجليهم حاجات حديد كده عشان يعرفوا يمشوا. عيان البوليومايلايتس عنده سيفير ايرلي ويستنج في عضلاته. ليس لكونه بوليومايلايتس ولكن لكونه لور موتور نيورون ليجن. عيان البوليومايلايتس عنده تروفيك تشينجز؟ لا. لان التروفيك تشينجز سببها ليجن في الاوتونوميك فايبر اللي ماشي جنبه. انا المره دي ضارب في الانتير هورن سيل يعني الاوتونوميك فايبر سليم يبقى نو تروفيك تشينجز. مفيش حد عنده بوليو مايلايتس شعر رجليه واقع واظافره مقصفه مش حاصل اهو الفهم. عيان البوليو مايلايتس عنده فاسيكيليشن لكونه انتيرور هورن سيل ليجن تحديدا مش لكونه بوليو مايلايتس وخلاص. انا كده كتبت نص الكلينيكال بيكتشر بتاع البوليومايلايتس من غير ما اتعب. النص الثاني هكتبه نصه من غير ما اتعب برضه. يعني الديوريشن يبتدي الاعراض دي من امتى؟ سينس شايلد هود لكونه شلل اطفال. الانست اكيوت اونس لكونه فايرال انفكشن. كله هنتالفه من فوق. الكورس بيمر بثلاث مراحل كلها نحفظها. بري باراليتيك ستيج. باراليتيك ستيج. ريكفري ستيج. البري باراليتيك ستيج حاجتين. General phase ومننجيال phase. الجنرال phase عبارة عن fever وflu like manifestations لكونه viral infection. المننجيال phase headache ونك ريتراكشن عشان بيحصل فايرال ايريتيشن من المننجيز. فتروح الام للدكتور تقول الواد سخن وبيرشح مناخيره ولا شويه انفلونزا يا حاج. خد الكلمتين الحاجتين دول واديهم. الواد ما يتحسنش. تبتدي ايه يجيله صداع ورقبته تشد. حال يا دكتور من ساعه ما اديت الواد الدواء ورقبته شاده وعمال يصرخ من راسه. اه ده شكله مننجيتس هنحجزه. اليوم اللي بعده الواد اتشال. Paralysis of lower motor neuron lesion nature اللي هم دول. زائد tender muscles من الفيرينيا.
كل حاجة متفسرة. الريكفري ستيج ايه اللي بيحصل؟ التندرنس بيختفي. المايلدلي افكتد ماسلز بتريجنريت وتمبروف. السيفيرلي افكتد ماسلز بيحصل لها فايبروزس وبيرمننت ديفورميتي. ده مصيره. لاتراليتي ده بايرينيا يبقى بايلاترال ولكنه اسيمتريكال، هتلاقي دايما رجل اكتر من الثانيه. الليفل بياخد اللور لمب اكتر حاجه. الافكت بيورلي موتور، ما عندوش لا سنسور ولا اوتونوميك مانيفستيشن، لان الليجن فين؟ في الانتيير هورن سيل تحديدا. مانيفستيشن اوف ذا كوز تعتبر اتقالت. اهو كونه اكيوت اونست وفي فيفر وفلو لايك مانيفستيشن ومنينجيال فيز وتندرنس للمصر كل ده سببه الفيرال انفكشن، دي تعتبر المانيفستيشن اوف ذا كوز. فاتقال في السياق الاولاني. اذا هتبص تلاقي نفسك حفظت نص الكلينيكال بيكتشر واستنتجت النص الثاني من الايه؟ من الديفينيشن. تخيل بقى تمشي كله بالمنظر ده. نص الكتاب. يبقى انت بتذاكر ايه؟ مفيش حاجه تعملها. عشان كده المقدمه اللي اديناها كانت تستاهل. طيب. تستاهل عليه بق شاي. كل ما نشرح واحد ناخد بق. ورا ميت. من احمد منصور بتاع الشعر. خلي بالك خش على المرض اللي بعده. سرينجوميليا انتوا الفكره بتمشي ازاي؟ تتضح اكتر بقى مرض على مرض. حاجه لما اشرح الابر موتور اكتب الست نقط دول بتوع الابر موتور واكمل بنفس الاسكيم. مش كده عملنا كله. خلصت انت تالف تالفه تقليل. ساعتها لما نشرح بقى الهيستوري والاكزامينشن تبقى الدنيا باينه. نجيب العيان اخليك تقرا الكلينيكال بيكتشر بتاعه الاول بعدين ناخد هيستوري واكزامينشن نلاقي الهيستوري والاكزامينشن مطابق للي احنا قريناه. لك اقراه تاني بعد ما خدنا الحال. خلاص مسكت العملي في النظر بقيت دكتور نيور. يجي دكتور اي عيان بعد كده بقى اول كلمتين يقول خلاص عرفتك انت ايه. كمل يا عم. ابحث داخل متوقع هتلاقي ايه. نيورو اصل نيورو برانش تقيل. ما ينفعش حد يعني ايه يكروته كده ويقول لك بقى ثاني مد اتني رجلك افرد رجلك. ليه احنا في مع التربيه الرياضيه؟ اللي دي الباربيجيا؟ ايه ده؟ والله؟ مش السنه انك تشرب عضلات مرات؟ الميه بس؟ الميه بس؟ كان فاهم السنه غلط بس مش انا؟ المره فاتت شربت بالشمال السنه بتقول باليمين لازم اعيد من الاول. خلي بالك هاي بس بعد ثلاث مرات شايلك ماشي. المرض اللي بعد كده اسم سرينجو مايلي. نفسر العنوان بس انا احب افسر كل حاجه. كلمه مايليا
يعني سباينال كورد. كلمة مايليا يعني ايه؟ سباينال كورد. وكلمة سرينجو يعني كافيتيشن. سرينجو مايليا يعني ايه؟ كافيتيشن في السباينال كورد. ده يتطلب ان احنا نرسم السباينال كورد ثم نرسم الكافيتيشن عشان نفهم العنوان. يا ابني اتقل تاخد حاجه نظيفه. ادي السباينال كورد، ادي السنترال كانال. حرام عليك حرام عليك حرام عليك. وادي البوستيريور هورن، لاترال هورن، انتيريور هورن، بوستيريور هورن، لاترال هورن، انتيريور هورن. انتيريور هورن ده اللي فيه الانتيريور هورن سيل اللي بتطلع الفايبر بتاعتها وتخش على السباينال نيرف كده. هنا في البوستيريور كولم، البوستيريور كولم اللي فيه الجراسيل والكيونيت، جراسيل ميديال والكيونيت لاترال، جراسيل اللور ليم، كيونيت ابر ليم. وده ماشي فيه الديب سنسيشن والفاين تاتش. حلو ماشي. هنا في اللاترال كولم، اللاترال كولم ماشي فيه البيراميدال اللي الموست ميديال فايبرز فيه بتوع اللور ليم، يلي بتاع الترانك، يلي بتاع الابر ليم. ده الموست ميديال هو بتاع اللور ليم. مين اللي مور ميديال؟ بتاع البلادر اللي بينهبت الكيوريشن ريفلكس. لما نيجي نبص على السوبرفيشال سنسيشن ماشي، هنا السباينو ثلاميك تراك، اللاترال سباينو ثلاميك تراك بتاع البين والتمبريتشر اللي هو من جوه لبره، سيرفايكال ثوراسيك لامبر سيكرال، عكس البرامدل وعكس البوستير كولر. سيرفايكال بتاع الابر لمب هو اللي جوه، ثوراسيك بتاع ترانك بعد منه، لامبر رجلين من قدام، سيكرال رجلين من ورا. ماشي. طيب ده كلمه مايليا. يعني ايه سرينجو بقى؟ مش انتوا تعرفوا ان لما واحد بيحصل له تروما جامده او ديستراكشن للتيشو باي طريقه بيهيل بايه؟ فايبروس تيشو، فايبروزس. لما البرين سيلز يحصل لها انجري بتهيل بجلايوزس. طيب مش في امراض بيحصل فيها سبونتينيوس فايبروزس زي الانترستيشال لانج فايبروزس؟ برضه ساعات السي ان اس يحصل فيه سبونتينيوس جلايوزس. هذا الجلايوزس سببه الجينيتيك ميوتيشن، فيجي في منطقه معينه اللي هي اللور سيرفايكال والايبيكونس. ايه الايبيكونس ده؟ ال 4 و5 و اس 1 و2. يا سلام يا سلام والله. بص لو هيعملوا الطلبه دي مستويات لازم تطلعوا نمره واحده على مستوى العالم. حاجه مطلوب منها والله العظيم. اصل درسنا يا ابني كل الجنسيات، مفيش كده. طلبة يا سلام. ها؟ لا انا عملت البوست بتاعك كنت اول السنة قبل ما انا بتيجي. نسيتي؟ ده اكل وحيد. تاكل وتنسى. تاكل وتنسى. أول ناس عملت لهم بوست. أنتوا أول ناس. انا عملت لكم اثنين، واحد قبل ما انهى في اول السنه خالص. بس هقول ايه، هو انتوا كده ده عيب طلب يطلع هكتب لكم بص النهارده ان انتوا زي القطط. احنا وبعدين هنقول فيها دي السنه دي عملت لي احباط. خلي بالك. فيجي بقى اللور سيرفايكال يعني سي 5 و6 و7 8 او 6 و7 و8 اللور سيرفايكال والايبي كونس اللي هم ال 4 و5 واس 1 و2 حوالين السنترال كانال يبتدي يحصل سبونتينيوس جلايوزس. هذا الجلايوزس يبتدي يكبر من جوه لبره بالبطء شديد. فاول ما يلطش يلطش الانتير هورن سيل. ما احنا هنا لسه، خلي بالك تاني مرض ده خلص. احنا هنا دلوقتي
بعد كده يقوم ضرب البرانك. عشان كده انا قلت ايه ايرلي سترينج مايل، انما الليت سترينج مايل يضرب البرانك فيضرب اللور موتور اللي هو الانتيريور هورن سيل ات ذا سيم ليفل، ويضرب البيراميدال بيلو ذا ليفل. احنا مأمنين نفسنا بقى بالايه بالمقارنه، مش لسه هنفهمكم يعني ايه الكلام. شكلش الدكتور يعني. ولذلك هعرفها بايه، انها بعد بقى بتبتدي تكبر يبتدي البلاد سبلاي ما يكفيهاش، يبتدي يحصل فيها كافيتيشن، تقعد بقى تاكل في النيورال تيشو سلو من جوه لبره. هيقوموا يقولوا ايه ده عباره عن جلايوز and cavitation around central canal that expands slowly, expands slowly كده. It affects lower cervical أكثر من الإيريكورس لور سيرفايكل اللي هي سي 5 و 6 و 7 و 8 ممكن تاخد فيه واحد كمان. الإيريكورس اللي هي ال 4 و 5 و اس 1 و 2 ده الديفينيشن. تعال مش خلاص عرفنا الباثولوجي، تعال نألف بقى كلينيكال بيكتشر. عيان السرينجوميليا عنده complete ipsilateral paralysis at the same level of the region and it is myotoma. يشبه في ذلك البوليومايلايتس. وهو به هذه البراليسيس بهذه المواصفات لكونه lower motor neuron lesion زي البوليومايلايتس وليس لكونه سيرينجوميليا بالذات. عيان الايرلي سيرينجوميليا عنده هايبرفليكسيا وهايبوتونيا لكونه lower motor neuron lesion زي البوليومايلايتس وليس لكونيه سرينجوميليا بالذات. عيان الايرلي سرينجوميليا عنده سيفير ايرلي ويستنج في عضلاته لكونيه لور موتور نيورون تضر الانتير هورن سيل. عنده تروفيك تشينجز. ليه بقى؟ لان انت مش منشن بالفيروس على الانتير هورن سيل، ده انت ممكن تاخد اللاترال هورن اللي فيه اوتونوميك فايبرز. خلي بالك صحيح ان ده موجود في الثراسيك والابر ثري لامبر، واحنا هنا ضاربين لور سيرفايكال بياخد الابر ثراسك شويه معانا، فممكن يبقى معاه اوتونوميك مانيفستيشن. نمره 6 في فاسكيليشن ولا لا؟ في، لكونه انتيريور هورن سيل ليجن وليس لكونه بوليو وليس لكونه سرينجوميليا. اذا الى هذه اللحظه يتشابه مع البوليو، يختلف عن البوليو بس في موضوع الايه؟ التروفيك تشينج. يبقى كله موجود، البوليو كله موجود ما عدا التروفيك تشينج، لان البوليو منشئ على الانتيريور هورن سيل. تعالى على الديوريشن. سبيسيفيك كرايتيريا دي بنسميها ايه؟ دي اسمها جنرال كرايتيريا، دي اسمها سبيسيفيك كرايتيريا. سبيسيفيك كرايتيريا اللي هي بتاعت المرض نفسه. تبدا في سن 15 ل 35 اللي هو سن النص بالظبط ما بين ال 15 وال 35. انا دفعت الحمد لله من زمان، بس انا هلبس في الموتور نيورون ديزيز من 40 ل 60، انا برضه في النص بس. ده واحد ان شاء الله، ان شاء الله بعد طويل. ان شاء الله ده عليا يجي لي موتور نيورون ديزيز يجي له سرينجوميليا. الانسيت تتوقع، انا عايزكم تالفوا المعلومه دي، ما كنتش هتعرفها لوحدك لازم اقولها لك. 15 ل 35 لازم اقولها لك. ايوه تتوقع الانسيت ده ايه؟ ايوه من شكل الباثولوجي. مش تقعد تحفظ سرينجوميليا جد، لا انت فهمت الباثولوجي بيتم ازاي. قال جراديوال انسيت صح، الكورس سلولي بروجريسيف. هناك كان اكيوت اونست وريجريسيف كورس، ان في ريكفري في الاخر، لا في فايريميا بقى ولا مننجيال فيز ولا الكلام ده، دي عمليه جراديو. لاتراليتي باي لاترال سيمتري، بتكبر من جوه لبره كده.
الليفل لور سيرفايكال اكتر من اليكورس. يعني ايه لور سيرفايكال؟ يعني ديستال ابر لمب. مش حواس واخدين الحصه اللي فاتت سي 1 و2 3 و4 4 و5 5 5 و6 6 و7 7 و8 8 و تي 1 تي 1 دول السيرفايكال. الديستال اللي هم اللي تحت. يعني لو هنبتدي من سي 6 مثلا يبقى الجزء ده سي 6 و7 و8 يبقى بياخد الديستال ابر نيم. طيب والايريكونس اللي هي ال 1 و2 ال 4 و5 و6 و2 الافكت ياخد موتور طبعا اوف لور موتور نيورون ليجن نيتشر اللي هم دول. ياخد سنسوري طبعا ما هيضرب الباث واي ده بعد قليل هنشوف دلوقتي. في اوتونوميك هي تروفيك تشينجز تعتبر اوتونوميك. مانيفستيشن اوف ذا كوز مفيش حاجه ملوش كوز اساسا. انت بقى عايز تشوف العيان. طب انا دلوقتي قلت الكلام بالمنطق في النظري في الريتن يتكتب كده. انت بقى عايز تحول الكلام ده لبيشنت. عايز تحول الكلام ده لبيشنت. درب الديستريبيوشن في الافكت. درب الديستريبيوشن في الافكت يعني ايه؟ يعني تصور ان هو لور سيرفايكال الاول. ايه اللي هيحصل موتور؟ ايه اللي هيحصل سنسوري؟ ايه اللي هيحصل اوتونوم؟ بعدين تصور ان هو ايبيكونس. ايه اللي هيحصل موتور؟ ايه اللي هيحصل سنسوري؟ ايه اللي هيحصل اوتونوم؟ عشان تشوف العيان. لور سيرفايكال يعني ديستال ابر ليمب. وانا قايل ان هو بايلاترال سيمتريكال. يبقى ديستال ابر ليمب في المنطقه دي بايلاترال سيمتريكال. ايه الموتور مانيفستيشن؟ اول حاجه هيحصل ويكس في الابر لم. هذا الويكس هيبقى سيفير ات ليفل اوف ذا ليجن يعني ديستال لور ديستال ابر لم مايوتوما. طب ابسيلاترال ولا كونترا لاترال؟ بايلاترال. اتفقنا هو بايلاترال. فتلاقي العيان يقول لك يا دكتور ما اعرفش اعصر ليمونه، ما اعرفش اسبح، ما اعرفش اكتب، ما اعرفش افتح حنفيه، لكن اعرف اسرح شعري ده بروكسك، اعرف اشيل صندوق من على الارض، اقدر اسوق. السوق ما حدش بيسوق صوابعه، انت بتسوق بالبروكسك لانه بيجي ديستال ابر لم. ولما تيجي تفحص هتيجي تفحص امسك على صوابعي تفلت من ايدك، اتني رزغك افرد رزغك ضعيفه، اتني كوعك ضعيفه افرد كوعك ضعيفه، تيجي على الشولدر تلاقيه احسن شويه. يبقى الويكنس بيجي. طيب اتنين هايبر ريفلكس. الهايبر ريفلكس هتيجي تعمل ده البريك رادياليس تلاقي لوست، تعمل البايسب والترايسبس تلاقيهم احسن شويه لانه بيجي بايلاترال ابر لمب ديستال مور ذان بروك. هايبوتونيا تيجي تعمل الشيكنج تلاقي ميه، تعمل بس فليكشن اكستنشن تلاقي احسن شويه، تيجي تعمل الجور تلاقي احسن واحسن. التروفيك تشينجز هتيجي هنا سقوط في الشعر وتقصير في الضوافر، ده ممكن يعور نفسه. وخلي بالك ان هو ما عنده فقدان للاحساس زي ما هقول بعد شويه، فممكن ما يحسش ويجي عليه انفكشن وصعبه يدوحس. يدوحس يعني يجي له انفكشن كده. فيسموه مورفان سندروم، مورفان. تروفيك تشينج. فاسكيليشن تريف اسكيليشن هنا كده 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 في الحته دي. ما قلتش هنا يعني وما قلتش هنا، ما هو لسه الابر ليفل. كل اللي انا بقول ده يبتدي العيان يشتكي منه من سن 15 ل 35 ويبتدي يزيد بالتدريج. كل يوم يزيد عن اليوم اللي قبله، كل سنه عن اللي قبلها. خلاص ده انا بقول لك ببتدي من 35 ببتدي، ممكن ابتدي عند 35 سنه ويكمل بقى 36 سنه ويكمل بعد كده، بس جراديوال اند بروجريسيف. طب السنسوري مانيفستيشن ايه؟ ياخد السنسوري من جوه لبره، سيرفايكال فتلاقي فقدان الاحساس في الابر لمب الاول. وبعدين الثراسك يبتدي ينزل على الترانك، يكمل على اللمبر يقوم نازل على الرجلين من قدام، لكن عمر ما السرينجوميليا توصل للسكرال فايبرز فتلاقي عنده سكرال سبير. فيسموا ده جاكيت سنسوري لوس ويز سكرال سبير، يعني الرجلين من ورا حاسه طبيعي. ما في جاكيت طويل بلطو، في جاكيت لغايه هنا، في جاكيت لغايه هنا. ما انا فاهمك القصه، انت ضربت السيرفايكل فخد الابر لمب بس، هل ده جاكيت؟ ده جوانتي.
دخلت في الصدر لغايه هنا. انت جاكيت دابوليرو كبر شويه بقى لغايه هنا، بقى جاكيت كبر شويه بقى هنا، بقى بالطو. لذلك ما هو، هل العيان بقى هيجي لك في مرحله الجاكيت؟ ممكن يجي في مرحله الجوانت، مرحله البوليرو، مرحله الجاكيت، مرحله البالطو، صح ولا لا؟ استنى بس. وبناء عليه، وبناء عليه تعريف جاكيت سنسوري لوس معناها فقدان للاحساس في اي منطقه من مناطق الجاكيت، فوقها نورمال وتحتها نورمال. ليه تحتها نورمال؟ لان انت عندك على الاقل سكرال سبير، ممكن سكرال ولمبر، ممكن سكرال ولمبر وجزء من الثراسك، ممكن سكرال ولمبر وكل الثراسك. فانت عندك اتليست ضامن لي حته نورمال تحت اللي هي السكرال سبير على الاقل، وفوقها حته نورمال على حسب الليفل. ليه؟ لان الليفل انا بضرب في منطقه الجاكيت اللي هي السيرفايكال. طب ما انا ممكن اضرب السيرفايكال، ما فوق السيرفايكال كله سليم يعني. ال 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 ما انا مش عارف اضرب سيرفايكال كام، هو انا عارف اضرب فين. ممكن اضرب سي 1 سي 2 سي 3 سي 4 سي 5 سي 6، كل ما فوق السيرفايكال يعني. ممكن الاقي الحته دي سي اللي هي سي 1 و2 سلام، ويبتدي الاحساس يفقد من هنا بس ويطلع كده. ففوقها حته نورمال، فوق حته نورمال على حسب ايه؟ حسب الليفل. انا ضرب سي 1 ولا سي 2 ولا سي 3 ولا سي 4، لو ضرب عن سي 3 يبقى سي 1 و2 نورمال، لو ضرب سي 4 يبقى 1 2 3 نورمال، على حسب ضرب فين. عشان كده تعريف الجاكيت سنسوري لوس مش يجي لك العيان بجوانت تقول له لا روح كمل الجاكيت عشان اشخصك، لا انا اشخصك. لان تعريف الجاكيت بالنسبه لي هو سنسوري لوس في اي منطقه من مناطق الجاكيت تحتها حته نورمال، ودي مضمونه انت عندك على الاقل سكر السبير، وفوق حته منها حته نورمال على حسب الليفل. وعشان تعرف الليفل قول له حاسس فين، ما انت مش خدنا الدرماتوما سبلاي تعرف انت حاسس فين. انت ضارب من جوه لبره ولا لا؟ مين البوستير كولم في الاطراف ولا لا؟ فعمرك ما توصل له. ولذلك هيبقى عندك سبيرنج للديب سنسيشن والفاين تاتش، فيسموه جاكيت سنسوري لوس بتعريفه اللي قلناه، وين سيكرال سبير على الاقل اند اوف ديسوشيتيف نيتشر. حاسس الشكه دي؟ لا. حاسس السخن وساقع؟ لا. طب حاسس التاتش نص نص لان الكرود مضروب والفاين متاخد؟ طب حاسس التيننج فورك؟ لا. في نفس النقطه يبقى الاسوشيتيف نيتشر ولا لا؟ يبقى مش فاقد الاحساس تماما. جاكيت سنسوري لوس وذ سيكرال سبير اند اوف ديسوشيتيف ايه؟ نيتشر. تعالى بقى دي سنسوري مانيفستيشن. بعد كده ايه اللي يحصل؟ يكبر اكتر فيقوم واخد مين؟ البلادر. ياخدها بارشال الاول فيشتكي من بريسبتنس، البولي سبقه شرحنا البارشال ليجن يعمل بريسبتنس. طب انا بشرح الكلام ده بقى مش في ميعاده ليه؟ عشان اسهل على نفسي. خدها كلها يعمل على روحه اوتوماتيك بلادر، يا في الاول البولي سبقه وهو دخل الحمام يعمل على روحه قبل الحمام بمتر، فيسلولي بقى كل ما الليجن يزيد قبل الحمام بمترين، قبل الحمام ده تنطر وهو قاعد بقى لما يكون كومبليت ديجن هو قاعد على يعملها على روحه اللي اسمها اوتوماتيك بلادر. بعد كده يضرب البراميدال ياخد مين؟ اللي هو لمب الاول سموها انتراميدالري بارابليجي، انتراميدالري بارابليجي. الانتراميدالري بارابليجيا دي اوف ابر موتور نيورون ليجن ولا لا؟ بس بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن بقى. تاخد الثراسك وتضرب لور سيرفايكل، البارالكس ياخد الثراسك اللي هو الترنك والرجلين. اوف ابر موتور نيورون ليجن نيشن يعني تلاقي عنده بارشال بارالكس في رجلين بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن، يعني ثراسك ولمبر وسكر بايلاترال وسيجمنتال مش مايتوما، يعني كل اللي تحت. عنده هايبر ريفلكسيا، عنده هايبرتونيا من اي نوع؟ سباستيستي، يبقى رجليه مفروده بارابليجيا اكستنشن. تلاقي العيان يمشي في سيزورينج جيت، فانا مامن نفسي وشارح الكلام ده. نو ويستنج في رجليه، نو تروفيك تشينجز في رجليه، نو فاسكيليشن في رجليه. يبقى ابر لمب بتاخد لور موتور والابر لمب
واللور لمب بتاخد ابر موتور بنفس الكرايتيريا اللي كتبناها في جدول الابر موتور. اكزاجيريتد نورمال ريفلكس ابيرنت باثولوجيكال ريفلكس. نسيت اكتب كمان في الجدول كلونس. كلونس ده بينسكي ساين لوست ابدومينال ريفلكس. لوست ابدومينال ريفلكس لانه برامينال. هايبرتونيا ان اكستنشن اند ادكشن بيسموها بارابليجيا ان اكستنشن ويمشي في سيزرينج جيت. No wasting, no drop to change, no fasciculation في رجلين. بس خلي بالك لو ليش نكمل ياخد الأبر لين حتى لو خده ما انت بتاخد لور موتور اصلا ما انت بتاخد. ولذلك العين السرينج مالين ده على الاخر بقى خلص بكوادربليجيا فوق لور موتور وتحت أبر موتور فوق. ايه دي اللي انت عاملها دي؟ هايبرتونيا. لور موتور يعني هايبرتونيا. هايبرتونيا عشان لور عشان رجليه هايبر ابر موتور. ده منظر. تعال بقى نتصور لو ضربين ابيكورس كل اللي انا بحكيه ده بيبتدي يتدرج بشكل. هل عندي جيلك شوك ستيتش اللور ليه؟ لان مش اكيوت ليجن ده جرادوال ليجن. ده مش اكيوت ليجن ده جرادوال ليجن. اكيوت ليجن هو اللي بيعمل شوك ستيتش. تعال بقى ضرب الابيكورس ال 4 و 5 اس 1 2 موتور مانيفستيشن يحصل له partial paralysis below the at the level of the region segment. بياخد ال 4 و 5 و اس 1 و 2 ال 4 و 5 يعني يحصل paralysis في التبيالس anterior مش دي ال 4 و 5 فما يقدرش يعمل dorsiflexion للانكل ويضرب ال 4 و 5 و ال 5 و اس 1 فما يقدرش يعني gluteus maximus وميديس ومينيمس فما يقدرش يعمل extension ولا abduction للهب. خمسة اس واحد واثنين فيضرب الهامسترينج فما يقدرش يعمل فليكشن للني. اس واحد واثنين يضرب الكاف ما يقدرش يعمل بلانتر فليكشن. يبقى الانكل بالذات اتضرب دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن. الني اتضرب فليكشن بس. الهيب اتضرب اكستنشن وساب فليكشن. اتضرب ابدكشن وساب ادكشن. فاقدر اقول انه بياخد اللور لمب ديستال مور ذان بروكسيمال ولا لا؟ اقدر بقى نشرح الكلام ده من غير ما اكون مديك الميتورال سبلاي هناك. شوف هناك في الكتاب النظري تلاقيك ممكن يكون كاتب لك الميتولن سبلاي بعد موضوع السرنج ميل. ليه كاتب لك في الكتاب كده؟ ويكنس في الدورس فليكشن والبلانتر فليكشن اوف ذا انكل والفليكشن اوف ذا ني والاكستنشن والابدكشن اوف ذا هيب. واحفظ يا بيه. انما لو انت عارف ان الابيكونس ال 4 و 5 و اس 1 و 2 وعارف هما بيسبلاي ايه وحافظهم كويس كويس. انا ليه بقول كويس؟ ده بيبرر لك ليه انا بعيد الحاجه كتير. ليه في كلمات معينه قاعده كذا مره؟ لانها مش خدناها بس مش عمليه خدناها لازم تكون داخل جوه مخك لان هبني عليها. عشان كده دايما احنا متاخرين. هي الفكره مش ان انا اللي اخلص المشكله ان انت اللي تخلص. طب انا ممكن اخلص بس انت هتفهم يعني. بص يا استاذ تعالى بقى العيان ده عنده هايبرفلكسي فيجي له لوست انكل لان دي اس 1 و 2 داخله في الابيكورس بريزيرف جني لان دي ال 3 بره الابيكونس مش الكوادسس ال 2 و 3 و 4 مع التركيز على ال 3 ال 3 بره الابيكونس يبقى لوست انكل بريزيرف جني. عارف بقى لما عارف لو عندك ضربين الابيكونس واللي هو سيرفايكال كمان هيبقى لوست انكل اكزاجيريتد ني لان انا عندي في رجلي هايبرتونيا هايبرفلكسي قصدي. لو انا ضارب ابيكونس يبقى ال 3 المفروض كده نورمال لانها بره الابيكونس. طب لو انا ضارب لور سيرفايكال كمان يعني ضارب البيراميدال بتاع ال 3 يبقى هايبر ريفلكس يبقى لوست انكل اكزاجيريتد نين. فالسرنج مايلي على حسب لو جاي ابيكونس بس يبقى لوست انكل نورمال نين. لو جاي ابيكونس ولور سيرفايكال لور سيرفايكال بيعمل ايه في ال 3 بيضربها بيراميدال بيضرب البيراميدال بتاعها مش تحت الابر ليمب بيضرب بيراميدال فيبقى عنده لوست انكل اكزاجيريت. يبقى لو ضرب ايبيكونس بس لوست انكل اللي هو 2 بريزيرف بي نورمال بي. طب لو معاها كمان لور سيرفايكال اللي 3 دي مش طبعا لور ليمب مضروبه بيراميدال يبقى لوست انكل اكزاجيريت. انكل ايه ما تضرب لور موتور الانكل انا بتكلم في اللور سيرفايكال. ما انا بقول لك ضرب الاثنين مع بعض يا ابني ما دي خلصناها لور سيرفايكال لوحدها خلصناها لور سيرفايكال لوحدها خلصناها. احنا في ايبيكونس دلوقتي لا لا
مثلا طب قلناها هيحصل ايه ريفلكس هنا وهنا قلناها يعني الانكل بس لوست انكل لا بس لان الانكل هيتضرب لور موتور انما دي ما تضربش لور موتور دي هايبر ريفلكس زي ما هي عشان كده في سؤال اتسال اسباب اللوست انكل بريزيرفد مين او اكزاجريتد مين العيان ده هيجيله في رجليه نفس المناطق العضلات دي سيفير ايرلي ويستنج ولا لا وهايبرتون وهايبوتونيا في نفس العضلات دي والهايبوتونيا تيجي ديستال مورزم بروكسمال برضه تيجي تعمل الشيكنج لخلخه خالص تحت هنا احسن شويه وهنا ليه لان انت ضارب دي سايب دي ضارب دي ودي سايب دي ودي يعني فوق انت ضارب نص العضلات تحت ضارب كل العضلات طبعا الايليكونس طبعا مايتومات سبلاي عنده فاسكيوليشن في العضلات دي تايت سكيوليشن عنده تروفيك تشينجز هو عنده حاجه ثانيه هقولها له ما عندوش تروفيك تشينج بس ممكن يكون عنده حاجه ثانيه لان ده تاني ضرب لور موتور هيبقى عنده ايه بقى خلي بالك ضرب الانتير هو اللي سيل مش ضرب الاوتونوميك فايبرز مرات انما تعالى احنا قلنا اللي بيكونس دي تحت اللمبه سكر تحت الفراكو لمبه خالص مفيش لفه خالص الاعراض اللي انا قلتها كلها دي بتبتدي من سن 15 ل 35 بالجراديوال اونست سلولي بروجريسيف كورس تحصل بايلاترال سيمتريكال ودي الموتور مانيفستيشن ايه السنسور مانيفستيشن تلاقي فقدان في الاحساس في ال 4 ال 5 اس 1 اس 2 مش دي اللي بيكونس مفيش هو ده اللي هيتضرب الاوتونوميك هيبقى عندك ريتينشن اوف يورين انك تضرب السكرال بليكسس هي لامبو سكرال ال 4 و5 واس 1 و2 اس 2 دي داخله في السكرال بليكسس اللي مسؤوله عن الميكتوريشن والديفيكيشن والاريكشن فيحصل حاجه اسمها سفنكتريك مانيفستيشن لانك ضارب السكرال بليكسس لانك ضارب ال 4 و5 واس 1 و2 هي دي الاوتونوميك مانيفستيشن هل بقى لو الايبيكونس ليجن ده كمل هيعمل تحت منه بيراميدال ليجن؟ لا ليه؟ مفيش حاجة مفيش حاجة مفيش تحته حاجة مش هي ال 4 و5 اس 1 و2 اخر عضلة عندي في اللور ريمب مين؟ اس 1 و2 اس 2 هيضرب ابر موتور تحت مين؟ تحت منه ايه بقى؟ مفيش حاجة خلاص الرجلين خلصت عشان كده النيت سرينجوميليا اللي بتأثر على البيراميدال دي هي اللور سيرفايكال هي اللور سيرفايكال يبقى انت لما بتيجي تاخد هيستوري من العيان تساله عندك ضعف في العضلات دراع ولا رجل ولا الاثنين ولا الاثنين من اكتر من الاول يمين ولا شمال ولا الاثنين ولا الاثنين من اكتر من الاول ديستال ولا بروكسيمال ولا الاثنين ولا الاثنين من اكتر من الاول تبتدي تفحص عشان تشوف الويكنس في اي عضلات تسال عن الاونست والكورس والديوريشن هلا ده بايلاتر هيقول لك الكلام اللي احنا لقيناه هنا بدا من سن 15 35 جراديوال اونست بروجريسيف كورس بايلاتر سيمتر كيف الديستريبيوشن فلان هل عضلات ايديك ورجليك شادين ولا سايبين يقول لك ده ايديا سايبين ورجليا شادين يبقى تضرب لور سيرفايت مثلا على سبيل المثال ده التون هل في سقوط في الشعر او تقصير في الظوافر هل في رفه بتجي لك فاسكيليشن ولا مفيش رفه بتجي لك بعد تسال تيجي تفحصه تعمل له التون وتعمل له الريفلكس تعمل له السنسيشنز هل في فقدان للاحساس فين بالظبط يقول لك في المنطقه دي او يقول لك في المنطقه دي زي ما يقول تبتدي تفحص تعمل موتور وتعمل سنسري وتاخد هيستوري تبص تلاقي الكلينيكال بيتشر بالظبط طالعه لك كده فتشخصت من ميه كل اللي انا عملته ان انا وحدت السكيما وطبقت التعريف على الايتم وخلصت الخطوه اللي بعدها ان انا دربت ده فصورت مره ان هو لور سيرفايكال شوف تاثير النوتر والسنتر والكوميك تبع الاناتومي اللي احنا خدناه ومره اللي هو ايبيكونس تبع الاناتومي اللي خدناه يعني ايه بالظبط؟ الايه؟ اما يحصل ايه؟ فين؟ في انهي ليفل؟ بص لو الاكسترا بيراميدال انضرب بنخش في حاجه اسمها بارابليجي انفليكشن اللي انا شرحتها من في الجدول هشرح التفاصيل دي في موضوع البارابليجي ما انا شرحته مره مع الجدول
واشرحه مره تانية مع البارابليجي، لان انا اساسا مش المفروض اشرح الليت سرينج ومايليا النهارده، لان حصه النهارده لور موت ده انا قايلها فوق البيعه على اساس انك قلب عليها بالتفصيل تاني مع موضوع البارابليجي. حتى تاني قلتها بسرعه. بيقولوا عليها سباستيك ليه سموها سباستيك بارابليجيا مش ريجيد بارابليجيا؟ لانها بامده يا سباستيستيك. ايه ده؟ معرفش. انا لو اعرف اقول على طول. الايه؟ تكهف النخاع يا دكتور. بتقول لي تكهف النخاع، النخاع. كابيتيشن مايليا. يا جدعان عايز اسمع زميلتك بتقول ايه؟ دي جايبه 9.5 شيت. قولي شيت اللي جايبه؟ شيت اللي جايبه؟ لا ده دي اللي جايبه. رحت فين؟ اهي اهي. ودي برضه. ايوه. اسراء روح. اسمك ايه؟ منى؟ هميمة. هميمة. نعم. لان فوق اللاترال هورن طالع في الثراسك والابر تري لمبر. الايدي كورس انت ضربه اللور لمبر. بعيد عن اللاترال هورن خالص، مش هترمك فايبرز هنا. خليك معايا. يساعده يا هنال اللي هياخد الموضوع هنا يروح يذاكر من كتاب النظري. الدكتور النظري قال وما قالوش انت اسبق. ثم يجي يشرحه بعد كده تيك باشا بقى. يقول لك هسمع، اقول له سمع ان شاء الله دلوقتي. برنس. بالعكس هو المفروض يفرح بيه. شاطر. يعني ايه الدكتور؟ علي صوتك. لان الفايبرز اللي نازله بتعمل دبل انهيبيشن على البلادر ريفلكس. يعني ايه دبل انهيبيشن؟ يعني 50% من الانهيبيشن يمسكوا الريفلكس خلوه ما يشتغلش. فانت عامل انهيبيشن مضاعف. لا في الاول انت بتضرب نص الفايبرز، جزء من الفايبرز يعني. الجزء الباقي يقدر يمسكك طول ما انت قاعد. وانت ماشي في السكه رايح الحمام النص التاني بيتشال، فتعمل على روحك قبل ما توصل. لما الليجن يبقى كومبليت بقى انت شلت الانهبيشن تماما. فمجرد ما البلادر تتملي تعمل على روحك وانت قاعد. فيجي لك اوتوماتيك بلادر. ففي الاول البول يسبقك، بعد كده البول يسيب عليك. الريتنشن لو ضربت السكرال بريكسس ضربت الريفلكس نفسه، ضربت الافرنت والافرنت او السنتر يعني. لما تضرب السنتر يبقى انت ضربت الريفلكس شخصيا مش بتتبول. انت بس في البول. الكلام ده يتقال تفصيلا في موضوع اسمه نيوروجينيك بلادر على اي حاجه. دي موضوعات تتقال تفصيلا جاست دلوقتي بلمح لها عشان ما تبقاش ساعتها بتتقول لاول مره. يعني انا بعتمد في النيرو على كده، كل ما تيجي مناسبه الحاجه اقول. عشان نربط المواضيع ببعضها. سرينجو بالجي. ايه موضوع السرينجو بالجي ده؟ لا يا ابني الساعه لسه 5:30 ده انا لسه عمال اشيد بيه. اسمع بس يا ابني. والله انا لسه قاعد تحت مع صاحب السنتر بيقول له طلبه الازهر دول هم دول الطلبه. شفت زيهم؟ كان حاجة قلت الكلام ده كان واحد قبل ايه يعني؟ في قلب البحر انا وانت لوحدك. بص يا عم يا عم راسك ابوسها يا عم. بيني وبينك بقى سمعت الاغنيه دي في الاول سمعت بيني وبينك دم. احنا عايشين بقى في ايام الثوره بقى بيني وبينك دم. ده انت ليه قصده قرابه يعني. خليك معايا.
جت بص يا المضله اهي ابنائي ابنائي طلب الازهر معايا مش ممكن الصبيان دول ايه قوي ليك معايا عندك هنا 9 و10 و11 و12 9 و10 و11 و12 كرينيال نيرفز اللي هم بيسموهم بالبر نيرفز 9 10 11 12 9 ما تنسوش انا بقى بشرح ايه سرينجو بالبي هي زي سرينجو مايليا بالظبط بس في البرين ستيم في المضله واللور بونز اهي تعالى نحط التعريف جلايوز اد كافيتيشن اد الميد لاين اوف المضله اند لور بونز اهو تعالى نشرح المضله واللور بونز المضله فيها 9 و10 11 12 9 ده اللي بيدي الفارنكس 10 ده اللي بيدي اللارنكس 12 ده اللي بيدي التنج صح 9 و10 11 12 اللور بونز فيه 8 8 ده اللي هو مين الفيستيبيولو كوكيولا الفيستيبيولو كوكيولا فعندك نيوكليس اسمها فيستيبيولر واحده اسمها ايه كوكيولا اللي انا تهمني الفيستيبيولر الفيستيبيولر دي اللي تحت الموجوده في اللور بونز طب فاكرين بقى السنسوري نيوكلياي بتاعت الترايجيمينال اللي كانت في الميد برين اسمها ايه ميزينكيفاليك دي بتاعت ايه دي برافو عليك بتاعت البروبريوسبشن اللي هو مين؟ اللي هو الديب سنسيشن صح اللي كانت موجوده هنا مين؟ المين سنسوري اللي هي كانت بتاعت ايه؟ يا ولد وجون 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 اهي التاتش بطلوا رقبه اظهر بنين كده هتستدعي اولياء امور ايه ده؟ بص يا ابني استاذ ابنك ليه الدرس يتشقلب ما تسمعش كلام بعد كده عندك مين هنا؟ يا ابني اسمع يخرب بيتك السباينال نيوكليس اللي هي بتاعت ايه دي؟ صح برين وتمبريتشر مظبوط خلي بالك بقى النيوكليس دي بالذات ريبريزنتد ابسايد داون اند اوت وورد انورد يعني الجزء الميديال بيحس اللي بره والجزء اللاترال بيحس اللي جوه والجزء اللي فوق بيحس اللي تحت تحت اللي فوق فين بقى السرنج وبالبي يا باشا؟ اصبر طالعه هنا في النص بتاع المضله وعماله تكبر 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 اخرها اللور بونز حلو تعالى بقى كليك ما ده الباثولوجي كلينيكال بيتش جنرال كرايتيريا العيان ده عنده كومبليت باراليسيس ات ذا سيم ليفل اوف ذا ليجن ابسيلاترال ومايتوم عنده هايبو ريفلكس عشان لور موتور هايبوتونيا عشان لور موتور سيفير ايرلي ويستنج عشان لور موتور تروفيك تشينجز مفيش تروفيك تشينجز هنا فاسكيليشن في فاسكيليشن هنفهم الكلام ده جه ازاي انت ضارب الموتور نيوكليار مش هتضرب هنا الموتور نيوكليار دي احنا قلنا انت بتضرب الانتير هورن سيل او الموتور كرينيا نيوكليار دي بالبيا المره دي مش مايليا الديوريشن تبتدي من سن 15 ل 35 برضه الاونست جرادو برضه الكورس سلولي بروجريس
التيابل لاتراليتي بايلاترال سيميتري لان بتكبر على الجنبين. الليفل بيضل صح وليور بونز موت وسنسري مع بعض موتور وسنسري مع بعض لان بتشرب زكوز مفيش. درب ده درب الديستريبيوشن في الافكت. تعال نشوف الموتور. الموتور هيعمل كومبليت باراليسيس وهايبو ريفلكس. طبعا مفيش تون زي الهايبو تون سيفير ايرلي ويستنج. طبعا مفيش تروفيك تشينجز لان احنا مش في السكين فاسكيليشن نفهمها. الويكنس يحصل فين؟ في 9 اللي هي عضلات الفارنكس فتعمل ديسفيجي. اصبر عليا. 10 عضلات اللارينكس فيعمل ديسفونيا تغير الصوت. 12 عضلات التنج فيعمل ديس ارثي. وطبعا الديسفيجيا تعمل نيزل فود ريجارتيشن. دي اسمها بلبر سيمتوم. اسمها بلبر ايه؟ سيمتوم. انها في البلبر نيوكلياري اللي موجوده في البلب اللي هو المظله. تعالى على الساينس. هايبو ريفلكسيا لوست فارنجيال لوست بلاتال ريفلكس لان الفارنجيال رايح 9 راجع 10 مضروبين الجوز. البلاتال رايح 5 راجع 10 مضروب الايفرد. يبقى لوست فارنجيال لوست بلاتال ريفلكس. ويستنج في التنج. ما انت الويستنج بتاع الفارنكس واللارنكس هتجيبه ازاي؟ انما ويستنج في التنج فاسكيوليشن. ويستنج بات نو ديفيشن لانه بايلاترال سيمتريك هيديفيت. احنا الفك واللسان بيشاور على العيان. طب الاثنين عيانين هيبقى ويستنج في التنج كله وفاسكيوليشن في التنج. هيبقى صعب تشوف الفاسكيوليشن في الفارنكس واللارنكس. عشان كده لوست فارنجيال لوست بلاتال تنج ويستنج تنج فاسكيوليشن دول يسموهم بلبر ساينز. يبقى ايه هي البلبر سيمتومز؟ ديسفيجيا ديسفونيا ديسارثيا نيزل فود ريجارتيشن. ايه هي البلبر ساينز؟ لوست فارنجيال لوست بلاتال فاسكيوليشن في التنج ويستنج في التنج. خلي بالك من اللي بقوله. الحاجتين على بعض اسمها ترو بلبر بولسي. ليه ترو؟ لان انا ضرب في المظله نفسها. لو ضربت البيراميدال بتاعها بقى سودو بلبر بولسي. السودو بلبر بولسي يعمل في 9 و10 و12. طبعا السودو بلبر بولسي مش موضوع مش موضوع بس انا بقارن. يعمل باراليسيس في 9 و10 و12 ولا لا؟ فيعمل ديسفيجيا ديسفونيا ديس ارث. هيعمل بلبر سيمتومز ولا لا؟ لكن عنده هايبو ولا هايبر ريفلكسي؟ يبقى اكزاجريتد فارنجيال اند بلاتال ريفلكس. هل يعمل ويستنج في التنج؟ لا. هل يعمل فاسكيوليشن في التنج؟ يبقى نفرق السودو بالبر بولسي عن الترو بالبر بولسي بالساينز وليس بالسيمتومز. الترو بالبر بولسي والسودو بالبر بولسي السيمتومز واحده. ديسفيجيا ديسفونيا ديس ارث نيزل فود ريجارتيشن. انما الترو بالبر بولسي ده لور موتور لوست فارنجيال لوست بلاتال ويستنج فاسكيوليشن في التنج. السودو بالبر بولسي لوست اكزاجريتد فارنجيال اكزاجريتد بلاتال نو ويستنج نو فاسكيوليشن في التنج وفي الحالتين نو ديفيشن. خلي بالك بقى. طيب يبقى اول حاجه نكتبها في السرنجو في الموتور مانيفستيشن بتاعت السرنجو مايليا ايه؟ ترو بالبر بولس. واحد بالبر سيمتوم ديسفيجيا ديسفونيا ديس ارثر ديس فود ديفيشن. اثنين بالبر ساينز لوست فارنجيال ريفلكس لوست بلاتال ريفلكس ويستنج في التنج فاسكيوليشن في التنج. كده كده. طيب تعالى على السنسوري مانيفستيشن. هيضرب الترايجيمينال سباينال نيوكلاس من جوه فيحصل له شكشكه والتنميل من بره. شكشكه وتنميل من بره ده في الاريتيتيف ستيج. لما يخش في الديستركتيف ستيج يحصل لوس اوف سنسيشن بره. يبقى في الاول اريتيشن شكشكه وتنميل تنجلنج ورامبل.
followed by sensory loss في الاوتر بارت اوف ذا فيس والبريزرفد للنوزل ريجن المنطقه دي حساها كويس and of the associative nature بريزرفد touch بريزرفد deep sensation ضرب هنا اصل هو كاتبها كده في الكتاب بس مش مفسرها يكبر كمان تقوم واخده الفيستيبولار نيوكليس العادي يجي له اوفر تايم وساعات نستاجوس ده الايرل سترينج بالب يبقى اقول لك الايرل سترينج بالب يحصل له ايه؟ تقول له في الاول يا دكتور يحس بشكشكه وتنميل هنا وبعد لوس اوف سنسيشن هنا اوف ذا سوشيتيف نيتشر يعني بريزرف التاتش اند ديب سنسيشن تيونينج فورك تلاقي حاسسها عادي بعد كده يفقد الاحساس يعني هو بينشف وشه في الفوطه بعد كده يبتدي يحصل تقل في اللسان وتغيير في الصوت وصعوبه في البلع خلاص وبعدين يجي له اوفر تايم الكلام ده بايلاترال سيمتريك يبتدي من سن 15 35 ويزيد بشكل متدرج تيجي تفحصه تلاقي عنده ويكنس في عضلات اللسان زق على ايدي بلسانك من جوه مش قادر زق على ايدي بلسانك من جوه مش قادر تيجي تعمل انسبكشن تلاقي ويستنج فاسيكيوليشن تيجي تعمل فرنجال وبلاتل اللي هو لوس تيجي تعمل احساس تقول له هنا زي هنا يقول لك لا بره اقل طب التيونينج فورك يقول لك حاسسها وكل ده جراديوال بروجريس طب تقوم مشخص ايه سرينج وبالجي يبقى انا بس شلت كلمه اوتونوميك وحطيت بدلها الفيرتايجو ما عندناش حاجه اوتونوميك ده اسمه ايه ده اسمه سرينج وبالجي طيب لما سرينج وبالجي تشد اكتر من كده مين الفايبرز اللي نازله هنا بيراميدال ابر موتور خلي بالك فلما تضرب البيراميدال تعمل بارالس هايبر ريفلكس هايبر توني نو ويستنج نو فاسكيوليشن نو تروف تشينجز بيلو ذا ليفل اوف ذا ليجن يبقى بارابليجيا ولا كوادربليجيا بارابليجيا لان ضارب من جوه والموست ميديال فايبرز هي بتاعه اللور ليم ات اول ليفلز سباستيك بارابليجيا لكن لو كمل لحد الاخر يعمل كوادربليجيا يبقى سباستيك بارابليجيا ذن سباستيك كوادربليجيا ليه لان في ياخد من تحت لفوق ليه لان الموست ميديال فايبر وقبل منها ايرلي بلادر مانيفيستاشن بنسبتانسي وبعدين ايه اوتوماتيك بلادر يعمل على روحه مش كده تسال الاسئله دي البول بيسبقك البول بيسيب عليك يقول لك في الاول كان بيسبقني بعد كده بقى يسيب عليا يبقى دي مين السرينجو ايه بالبي ما انت بتمشي كل الامراض على نفس السكيما ايه هو الموتور نيورون ديزيز ايه انواعه ايه مستوياته بيحصل ازاي ده اللي هنعرفه في الحلقه القادمه ولا في الحلقه